بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب في كل مكان وخصوصا طلاب الفرقة الأولى طب بشري نظام حديث، بنستكمل مع بعض سلسلة فيديوهات اوفر فيو اوف ذا ريجنال اناتومي وبالتحديد منطقة الأبر لمب. هنتكلم في الفيديو ده عن منطقة سبيشال ريجن موجودة ان بتوين ذا فرونت اوف ذا ارم اند ذا فرونت اوف ذا فور ارم. كلنا لو بصينا كده على الإلبو جوينت بتاعنا من الأمام أو منطقة المرفق بتاعتنا من الأمام، هتلاقي فيه منطقة منخفضة كده تربط بين الارم والفور ارم. هذه المنطقه المنخفضه اسمها ذا كيوبيتال فوسا، وطبعا ده يعني اسم على مسمى، كيوبيتال فوسا يعني المنخفض المرفقي او المنخفض الذي يوجد امام المرفق او امام الالبو جوينت، فعشان كده سميناها ذا كيوبيتال فوسا. اي اريا زي دي في الاناتومي هناخدها بعد كده، عود نفسك ان اي فوسه هتاخدها او اي منحدر هتاخده في الاناتومي محتاج تعرف الباوندرز بتاعته، يعني المحيطات بتاعته او الاجزاء او الاورجنز اللي بتعمل احاطه ليه من جميع الجهات، محتاج تعرف ايه اللي مغطيها، محتاج تعرف ايه الارضيه بتاعتها، ومحتاج تعرف ايه الكونتنتس بتاعتها. فاذا نبدا كده بتعريف الكيوبيتال فوسا. زي ما انت شايف دي منطقه الفرونت اوف ذا ابر لمب، بالتحديد اخر حته في الارم من قدام، ذا لوور بارت اوف ذا ارم والابر بارت اوف ذا فور ارم. الانخفاض اللي انا بشاور عليه بالليزر ده اسمه triangular depression in front of the elbow. يبقى ده تعريف الكيوبيتال فوسا، triangular depression in front of the elbow. وادي الابر اند اوف ريد يا سيدي لو تاخد بالك، وطبعا الابر اند اوف ان هتبقى جنبها متغطيه، ودي طبعا البايسبس اللي تحتها البراكيالس مستخبيه، وادي العضلات اللي موجوده في الباك اللي هي كانت الترايسبس لو تفتكر. يبقى ما علينا، يبقى ده اللور بارت اوف ذا فرونت اوف ذا ارم وده الابر بارت اوف ذا فرونت اوف ذا فور ارم. هتلاقي بينهم الاثنين triangular depression سميناه cubital fossa. يا ترى ايه الباوندرز بتاعته؟ اولا lateral هتلاقي فيه اول عضله من عضلات الباك اوف ذا فور ارم اللي انا لسه بقول لك سي ليتر، لان انا الى الان لسه ما سجلتش الفيديو بتاع الباك اوف ذا فور ارم، بس هي عضله اسمها بريكيو رادياليس، من اسمها هي عضله جايه من الهيومرس lateral side of the humerus ورايحه لللاترال side of the radius، فعشان كده سميناها بريكيو رادياليس. يبقى دي اللاترال باوندري، الحدود اللاترال بتاعه الكيوبيتال فوسا. طب بالنسبه للحدود الميديال، لا دي عضله انا خدتها بقى، كانت اول عضله في السوبرفيشال ماسلز اوف ذا فرونت اوف ذا فور ارم اللي قلت لك انها قصيره ومش واصله للهاند تحت، كان اسمها ايه؟ برافو عليك، برونيتور تيرز ماسل. برونيتور تيرز ماسل طبعا احنا هنا قصيناها كده وقاطعينها عشان نشوف ايه اللي مستخبي تحتها. يبقى دي البرونيتور تيرز جايه من الميديال ايبيكوندايل ومعديه كده بالعرض، وكانت دي اول عضله في عضلات الفرونت اوف ذا فور ارم لو تفتكر الفيديو اللي فات، وقلنا بقى ماشيين بعدها فليكسور كارب رادياليس بالماريس لونجس فليكسور كارب ناس فاكر، مشينا بقى من عندها لحد الميديال سايد كده. يبقى اذا اللاترال باوندري كان بريكيو رادياليس، الميديال باوندري كان برونيتور تيرز. يا ترى البيز بتاعتها او قاعده المثلث هي عباره عن الخط التخيلي اللي انت شايفه ده الذي يربط الاثنين ايبيكوندايلز اوف ذا هيومرس مع بعض، يبقى هو ايماجينري لاين crossing between the lateral epicondyle of the humerus and the medial epicondyle of the humerus. يبقى كده قفلنا خلاص التريانجولار ديبريشن بتاعنا كحدود lateral وميديال وبيز قاعده. طيب الابيكس طبعا مش محتاج اكتب لك ان الابيكس هي التقاء البريكيو رادياليس ماسل مع البرونيتور تيريز ماسل، اهو العضله دي راحت اتقابلت مع العضله دي فقامت عامله الابيكس بتاعت الفصه. طب يا ترى الروف بتاعنا ايه؟ الغطا بتاع الفصه دي ايه؟ كلنا كده نبص لكوعنا كده من الامام ونقوم حاطين ايدينا كده على منطقه الفصه دي اللي هي كيوبيتال الفصه، يا ترى ايدك مشاور على ايه؟ مشاور على سكين يا دكتور؟ اه. طب وايه اللي بيبقى تحت السكين؟ سوبرفيشال فاشيا ودي فاشيا. يا ترى انا درست في الانترودكشن السوبرفيشال فاشيا دي بيبقى فيها ايه؟ بيبقى فيها فينز. حد فاكر مين الفينز اللي كانت ماشيه في الارم، واحد لاترال واحد ميديال، ومين اللي موصل بينهم؟ اه يا دكتور فاكرين، السفاليك فين ده كان جاي من الدورسال فينس ارش بتاع الهاند ومشي لاترال وقام رايح لاترال في الفور ارم ومشي لاترال في الارم ومشي راح يصب في الاكزيلري في الاخر. طب مين الميديال فين؟ برافو، ده البازيليك فين اللي كان برده ماشي على الميديال سايد اوف فور ارم وقام داخل في الارم بقى ماشي في الميديال سايد اوف ذا ارم وقام رايح بقى اسمه الاكزيلري فين. طب الفين اللي كان بيوصل بينهم كان اسمه ايه؟ كان اسمه الميديان كيوبيتال فين اللي هو كان يفضل في ايه؟ في الحقن الوريدي يا دكتور. حلو، يبقى لقيت سكين وبعدين سوبرفيشال فاشيا تحت سكين ماشي فيها الميديان كيوبيتال فين اساسا يعبر في الروف بتاع الفصة كده بالظبط كده وجزء من السفاليك فين والبازيليك فين. بعد كده هلاقي الديب فاشيا، يبقى انا شلت السكين ودي السوبرفيشال فاشيا ماشي فيها الفينز
والطبقه اللي جوه دي الديب فاشيا اللي مغطيه بقى العضلات والديب ستراكشرز. وهلاقي كمان حاجه اسمها بايسبيتال ابونيوروزز. فاكرين البايسبيتال ابونيوروزز ده؟ اه يا دكتور، حضرتك قلت لنا البايسبس اللي هي تندون اللي هي ابونيوروزز، فده يعتبر فايبرس تيشو بتاع البايسبس، مش مهم، هنعرف برضو فائدته بعد شويه. ادي البايسبيتال، يبقى ده الروف. الفلور بقى، عندي عضله اسمها براكياليس اللي كانت مستخبيه تحت البايسبس، اللي هي دي عضله كانت مستخبيه تحت البايسبس اسمها براكياليس، وعضله تانية هاخدها في الباك اوف ذا فور ارم، كانت لفه على الريديوس من الامام كده ورايحه ورا، كان اسمها سوباينيتور، او جايه من ورا كده ولفه على الريديوس من الامام اسمها سوباينيتور، وحاطط لك عامل استفانشن اقول لك لسه هاخدها في الفيديو الجاي ان شاء الله. لكن مين البراكياليس؟ خدتها في الفيديو اللي فات او اللي قبليه، دي كانت موجوده في الفرونت اوف ذا ارم ديب تو ذا بايسبس اهي، يبقى دي البايسبس وكان مستخبي تحتها مين؟ البراكياليس. كويس؟ حلو، يبقى كده عرفنا ارضيه الفصه، وعرفنا الغطاء بتاع الفصه، وعرفنا الباوندرز اوف ذا فصه. تعال بقى نتكلم على الكونتنتس. الكونتنتس اوف ذا فصه، عندي كونتنت واضح جدا في المنتصف، شريان محترم اللي هو الشريان الرئيسي للابر ليم، او بنفس الوقت اتغير اسمه في الارم بقى اسمه ايه؟ بقى اسمه البريكيال ارتري، ده موجود في المنتصف اهو بريكيال ارتري. اللي جه عند النيك اوف ذا ريديوس وقام مدي ارتري ناحيه اللاترال سايد سميناه ريديال ارتري، وارتري ناحيه الميديال سايد سميناه النر ارتري. فاكرين؟ فاكرين يا دكتور؟ خلاص دي معلومات خلاص عرفناها من محاضرات الارم. طيب لو بصيت lateral to the artery هلاقي البايسبس تندون، هلاقي الوتر بتاع البايسبس. كلنا لو عملنا فليكشن كده للقلب وشدينا البايسبس بتاعتنا هنلاقي في وتر محترم ظهر قدامنا في الكيوبيتال فوسا اقدر احسس عليه. لو زحلقت صباعي ميديال لهذا الوتر ودوست شويه هحس النبض بتاع البريكيال ارتري. انا ليه قلت الكلمه دي؟ لان هو ممكن عايز يجيب لك سؤال ام سي كيو يختبر يشوفك انت بتفكر ولا مش بتفكر. هو قال لك ان في موجود في النص في الفصة البريكيال ارتري، حلو، ولاترال للبريكيال ارتري فيه البايسبس تندون، فممكن جدا يقول لك سؤال ام سي كيو ظريف كده يساعد على التفكير، يا ترى لو عايز احس البريكيال ارتري احسه فين؟ في الكيوبيتال فصة. يا ترى احسه لاترال للبايسبس ولا احسه ميديال للبايسبس ولا احسه في الفور ارم ولا احسه في الباك اوف فور؟ فيقول لك لا، ده انا احس البريكيال ارتري بالسيشن في الكيوبيتال فصة ميديال للبايسبس تندون، يعني احط صباعي ميديال هنا ميديال للبايسبس تندون فلاقي البريكيال ارتري. طب البايسبس تندون يبقى ايه؟ البايسبس تندون لاترال للارتري، يبقى ذا بايسبس تندون از لاترال اما البريكيال ارتري از ميديال اهو. طب ايه رايك بقى في العصب اللي نازل كده جميل وكان جاي في الميدل اوف ذا ارم ودخل في الميدل اوف ذا فور ارم ميديال تو ذا ارتري؟ هيبقى الميديال نيرف، يبقى ده البايسبس تندون موجود على الناحيه الخارجيه للارتري، اما الميديال نيرف فموجود على الناحيه الداخليه للارتري. وبالمناسبه الميديال نيرف ده اكتر حاجه ميديال، بعديه على طول تلاقي الفصه خلصت، تلاقي البرونيتور تيريس جت، يبقى ذا موست ميديال ستراكشر ان ذا كيوبيتال فوسا عمال يقيد ويدفع قدامك هو مين؟ هو الميديال نيرف. امال بقى ذا موست لاترال ستراكشر ان ذا كيوبيتال فوسا هو مين؟ ده النيرف اللي كان ورا في السبايرال جروف وخرم اللاترال انتر ماسكولار سيبتم وظهر قدام وشفته في الفرونت اوف فور ارم، هو الريديال نيرف، ذا موست لاترال ستراكشر ان ذا فوسا. يبقى السلايد اللي قدامك دي انا ممكن اطلع منها 3 4 ام سي كيو، اللي هي ايه؟ يا ترى مين الفين اللي ماشي في الروف بتاع الفصه ويفضل لاخذ العينات الوريديه؟ الميديان كيوبيتال فين. يا ترى تندون اني عضله اللي موجود في منتصف الفصه؟ البايسبس تندون. يا ترى مين الشريان اللي موجود في الفصه وبينتهي عشان يدي الشريانين بتوع البريكيال ارتري؟ يا ترى لو عايز احس بالسيشن البريكيال ارتري احط صباعي فين؟ حط صباعك ميديال تو ذا بايسبس تندون. طيب مين اكتر حاجه لاترال في الفصه؟ الريديال نيرف. مين اكتر حاجه ميديال في الفص؟ الميديال نيرف. شفت طلعت لك كام سؤال؟ اسئله كتير قوي، تمام؟ طيب يبقى كده خلصنا الفصه كباوندرز وكروف وفلور وككونتنتس. تعالى بقى لحته كلينيكال بقى، اهو بيقول لك مين اكتر شريان بيستخدم في قياس ضغط الدم؟ تلاقي دايما الدكتور لما بيقيس ضغط الدم قدامك بيلف الكف حوالين الارم lower part of the arm، وتلاقيهم حاطط السماعه تحت كده ميديال للبايسبس تندون. ليه؟ عشان يسمع النبض بتاع البريكيال ارتري. عشان كده البريكيال ارتري از ا كومن ارتري يوزد ان ميجرينج ذا بلاد بريشر. علامه استفهام كبيره. ممكن انا اقيس الضغط في اي شريان على فكره، وخصوصا بالاجهزه الالكترونيه دلوقتي،
ممكن احط واحد عند الريست عشان اقيس على الراديال، ممكن احط مش عارف فين في الاطفال، ممكن احط في اللي هو الليم. لكن انا بقول لك الكومون، الكومون مين الارتري اللي كل الناس تقريبا بيستخدموا جهاز الضغط ابو كف ابو قماشه ده ويحطوا السماعه عليه عشان يقيسوا الضغط، هو مين؟ ذا بريكيال ارتري. وتتحط ميديال للبايسبس تندون، لان البريكيال ارتري از ميديال وايل ذا بايسبس تندون از لاترال. تمام. طيب مين الفين اللي الجميل قوي في الانترافينوس انجكشنز ان انا احقن في الوريد فيه او اخد منه عينه للتحليل؟ الميديان كيوبيتال فين. عرفت بقى فايده البايسيبيتال او النيروزز ايه؟ بص على الصوره الجميله دي، الميديان كيوبيتال فين موجود في السوبرفيشال فاشيا، تحديد دي فاشيا اللي مغطيه على البايسبس. حلو. البايسبس اللي هي ابونيروزز، شايف الابونيروزز ده ماشي بالعرض ازاي؟ حتى يحول بين الميديان كيوبيتال فين وبين البريكيال ارتري. يبقى اذا الميديان كيوبيتال فين يعتبر سيف سايت فور انترافينوس انجكشن. ليه؟ اولا ما هوش وريد اساسي، ولا هو السفالك ولا هو البازيليك بجلاله قدره، لا ده يا دوبك وريد موصل الاثنين في بعض. وكمان لو حطيت الابره فيه ولا قدر الله يعني الدكتور كان عنيف شويه في حطتان الابره والابره عدت منه الناحيه الثانيه، هتخبط في البايسيبيتال ابونيروزس، يعني مش هتوصل للبريكيال ارتري. فيقول لك سبحان الله الميديان كيوبيتال فين ده وريد سهل ان انا اخد منه عينه او احقن جواه دواء، ولا قدر الله لو كنت عنيف شويه في الاكشن بتاعي هخبط في الابونيروزس اللي هو فايبرس تيشو جامد. يعني اذا الابونيروزس ده بيحمي البريكيال ارتري، ف بيبقى البريكيال ارتري اقل عرضه للاصابه من الحقن الوريدي في المنطقه دي. اتفقنا يا شباب؟ يبقى اذا طلعت لك كمان 3 4 ام سي كيو عشان الامتحانات اللي انت داخل عليها، يا ترى ايه اللي بيحول بين الميديان كيوبيتال فين والبريكيال ارتري؟ البايسيبيتال ابونيروزس. يا ترى مين الشريان اللي بيستخدم دائما او شائعا في قياس ضغط الدم؟ البريكيال ارتري. يا ترى مين الوريد اللي بيستخدم شائعا في اخذ العينات الوريديه او حقن الادويه الوريديه؟ الميديان كيوبيتال فين. وبكده نبقى خلصنا الكيوبيتال فصه، اجلتها بعد ما اخلص الفرونت اوف فور ارم والفرونت اوف ارم عشان لما اقول اسامي حاجات اورده واوعيه دمويه وعضلات ما تبقاش مستغرب معايا وما تبقاش الاسامي اول مره تسمعها. الى ان نلتقي ان شاء الله في الفيديو القادم اللي هنتكلم فيه عن الباك اوف ذا فور ارم. اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.